قاسم قوى الله حيلك. الله يسلمك يا عوانتي خليك. ولو حيلك مهدود. والله ما بي افادة بس شو اسوي؟ اركض قدام هذول هالثلاثة برقب تتامة شو اسوي الى ما اشوف تاريخه. الله يساعدك. الله يسلمك. هم يقولون دائما جمال القصص بداياته، بس مع الاسف يعني بداية قصتك كلش حزينة ومأساوية. تقدرين تسولفي لي سالفة الشرقاط وشلون جيتوا؟ والله الشرقاط يا وليدي عبرنا ويا هالعربان، والله ما ادري ويا حدا ذاك يوم مجلس رحنا بغنم والغنم عبرنا جاي منها. اي والله كنا صرحنا بغنم وجينا من هيش على عاد على شو اسمه هذا على سامر لفنا، ومن سامر لفنا جاء. هاي بالاحداث. اي والله. اي. ولا صارحين بغنم والله من هيش بالجزيره، والله امينا نشرب مي مالح. وتعرف الطحين قويتين الطحين بعداله فلوس. كل شيء اشترى اشتري قويتين طحين اجيبه. والله هو يشتريهن خطي عاده من رقبته والله. هوايتي جاي تركضين عليهم يعني. اي والله انا تعرفين هاي ها عندي تاتيف صغار مثل ريوات مثل شيء والله علي يعني برقبتي. عجيبه قابليه الام قدره مو طبيعيه حتى لو كبر وصار ثلاثينات اربعينات تظل لازم تحن والله عليه وتجيب والله شو اسوي وليدي ما عندي اخي مصدر المضاحش العربان لا. زين ايش قد تلمين؟ شو تسوين بيومك؟ احكي لي. والله يومي يعني انا اخذت فيه اخذ 3000 والله ماكو اكثر. وش تشيلين يعني شد؟ غوطيه غوطيه مالت البيبسي هاي تشربون مالت البيبسي هاي تضغطوها تزغروها مو تحطوها بقونيه تعبوها. اي والله. ليش تباع هاي والله القونيه وش كثر تجيب لي؟ والله غير 500 دينار القونيه عد 1000 مطو فردنا بنازل. الله اكبر. اي والله واجمعهن شهر ثلاث شهور يلا عود ابيح النوبه واسحب من المحلات دي يا امي 5000 و3000 تعرف انت دي حتى دين على رقبتي واجيب اقول لي ما اشوف تالي وياها وياها لحد ما شفتها. اي والله يا عيني صار قلت وياها والله وياها وياها هي ما شفت عليها. شنو تاليها برايج؟ والله بش الكريم يفرجها ما ضلت جانا. ونعم بالله. الله كريم هي ما ضلت جانا. احنا برنامج بين اهلنا على قناه ام بي سي العراق واليوم جايكم ضيوف. هلا بيكم. وبالنسبه لنا نريد نقدم هديه بسيطه لك. الله يسلمك يا ويوقف لك الناس الطيبه ان شاء الله يطول عمركم ان شاء الله ويستر عليكم بجاه رب ومعبود الله يحفظك ويخليك في المجتمع الوالد في دول عينك. هذا ظرف مقدم البرنامج ب 250000 تسلمون مرتكم طيبين بعد قلب يعني تسلم. مو قيمتها بس ان شاء الله يا ربي كل المعنيين اللي موجودين سواء القريبين من المنطقه او ان شاء الله يوصل صوتك وان شاء الله توصلك مساعدات اللي انت تستحقين ماي العيون تستمع وانتك يا عوان تستمون تسلمون يا عوان الله ان شاء الله الله ان شاء الله يخليكم مسترين لهيئتكم والله ان شاء الله يستر عليكم من ستره.